السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي تلاميذ الصف الثاني، درسنا لهذا اليوم هو قراءة العدد وكتابته. أعزائي التلاميذ، قراءة العدد إحنا نعرف نقرأ الأعداد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، نعرف نقرأ الأعداد، لكن إذا طلب من عندنا كتابة العدد، يعني نكتب العدد بالكلمات، يعني 1 تكتب هكذا، 1، 10، 10، 100، 100، نكتبها يعني بالكلمة كتابة. 2 تكتب بهذه الطريقة، 20، 200، 300، 300، 300، وهكذا. أعزائي التلاميذ، يمكنني استعمال الصورة التحليلية عند قراءة العدد أو كتابته. فالعدد 472 هو 2 + 70 + 400، فنقرأ 472، 472. هذه كتابة رمز العدد. الآن أتأكد، أكتب العدد بالأرقام، أكتب العدد بالأرقام. 247، هذه 247. 617، هذه 617. 108، هذه 108. اكتب العدد بالقيمة المكانية. أعزائي التلاميذ، هذا العدد 592، المطلوب من عندنا نكتبه بالقيمة المكانية. في الآحاد أعزائي التلاميذ 2، وفي العشرات 90، وفي المئات 500. أحسنتم. العدد 481، في الآحاد 1، وفي العشرات 80، وفي المئات 400. العدد 730، في الآحاد كم؟ أحسنتم، 0، وفي العشرات 30، ممتاز، وفي المئات 700. الآن فقرة أحل، أكتب العدد بالأرقام. هو مكتوب عندنا بطريقة بالكلمات ونحن نكتبه بالأرقام. 855، هذه 800 في المئات وخمسة وخمسون، 855. 107، 107، هذه 107. أعزائي التلاميذ، 107. 614، 614، هذه 614. اكتب العدد بالقيمة المكانية. 782. أعزائي التلاميذ، من يطلب عندنا القيمة المكانية؟ يعني هذا الجدول، آحاد، عشرات، مئات. آحاد، عشرات، مئات، هذا جدول القيمة المكانية، هذا جدول القيمة المكانية. في الآحاد 2، وفي العشرات 80، وفي المئات 700. أحسنتم. في الآحاد العدد 409، في الآحاد 9، وفي العشرات 0، وفي المئات 400. العدد 280، في الآحاد 0، في العشرات 80. أحسنتم. وفي المئات 200. 400، أحوط العدد الذي يمثل الكلمات. 437، أعزائي التلاميذ، هذه 437، 437. 709، 709، أي من هذه الأعداد 709؟ نعم، هذه هي 709، ممتاز. 256، هذا هو العدد 256، 256. أحل مسألة. السؤال 16، يبلغ ارتفاع سارية العلم في مدرسة ليث 428 سنتيمتر، اكتب ارتفاع السارية بجدول القيمة المكانية. أعزائي التلاميذ، عندنا العدد 428، في الآحاد في جدول القيمة المكانية عندنا 8، وفي العشرات 20، وفي المئات 400. ممتاز. اكتشف الخطأ. كتبت زينة العدد 215 بهذه الطريقة. 251، هذه الطريقة خاطئة. الطريقة الصحيحة هي هذه، 215، 215. شكرا لكم أعزائي التلاميذ، ومع السلامة.